علاقتنا بالشعب المصري هامة جدا بالنسبة لنا، ونحن قلقون بشدة بشأن مستوى العنف، ونددنا بالأعمال الإرهابية. واجتماعنا اليوم حول ردود فعل الاتحاد الأوروبي، وأجرينا محادثات حول تنفيذ خارطة الطريق، فنحن نريد عملية تجمع المصريين كلهم لتحقيق الديمقراطية. وتحدثت إلى مندوبين من دول أخرى ودول في الجامعات العربية حول كيفية دعم مصر لتحقيق مستقبل سلمي وآمن.